أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الجولة الجديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. بدايتنا بالصحف المحلية ونطالع من صحيفة الأهرام. مواجهة التعديات لن تتوقف، الرئيس الدولة تتحمل تكاليف باهظة والهدم ليس الأسلوب الوحيد للتعامل مع المخالفات. الرئيس السيسي في افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق: لست ضد رغبة الناس في البناء وإنهاء التصالح خلال 6 أشهر، رفع كفاءة جميع قطارات السكك الحديدية بحلول العام المقبل. أي تهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيزيد الإصابات بكورونا. من الأخبار تشريعية، النواب توافق على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، 143 دائرة بالنظام الفردي وأربع القوائم لانتخاب 568 نائب. ملامح الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى: 98.6% للطب و98.5% للصيدلة و94 للهندسة. استمرار الإجراءات الاحترازية وسط انخفاض مؤشر كورونا. أما من الجمهورية فنقرأ: وزير المالية 6 مليارات جنيه احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، تلبية طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية في ضوء الاعتمادات المقررة، صرف الشريحة الثالثة للمنحة الرئاسية ل 1.6 مليون عامل غير منتظم، ويصرفها 620,000 مستحق من العمالة غير المنتظمة في كل يوم على مدار 5 أيام. من اليوم السابع التضامن، تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. فريق الأهلي يرفض مفاجآت مسيح النيل في رحلة تصحيح المسار المحلي قبل القمة المرتقبة. وزارة المالية تقول لا تأثيرات مقلقة على أداء الموازنة العامة والاقتصاد الوطني قوي. وإلى هذه الوقفة مع أبرز ما جاء في الصحف العربية وأول المحطات من الشرق الأوسط. استئناف مفاوضات سد النهضة على وقع تقارب مصري سودانية، وبري يرشح الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، اتصالات أمريكية روسية لعقد اجتماع حول إيران. وفي صحيفة الخليج: الإمارات التدخل في شؤوننا وسيادتنا مرفوض جملة وتفصيلا، مجلس التعاون الخليجي يستنكر بشدة التهديدات الإيرانية. تركيا تمعن في انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا، قتال مستعر بين ميليشيات طرابلس ومصرع 4 من الدواعش. ومن الدستور الأردنية: اقتحامات للأقصى ومشاريع استيطانية لربط مستعمرات الضفة بالقدس. بطريرك لبنان الراعي يدعو لانتخابات نيابية مبكرة لإنقاذ لبنان. سلطنة عمان تنهي الإغلاق الليلي وتبدأ مرحلة ثانية من المسح الاستقصائي لفيروس كورونا. أما من الرأي الكويتية فنقرأ: لا تمديد للزيارات والإقامات بعد 31 من أغسطس، 100,000 دخلوا بتأشيرة عليهم المغادرة قبل نهاية الشهر الجاري. ملفات ثقيلة في حقيبة الكاظمي إلى واشنطن، موسكو تثق بالشراكة مع الرياض في العمل على لقاح كورونا. ونتحول إلى أبرز ما جاء بالصحف العالمية، والبداية من نيويورك تايمز الأمريكية: الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كوفيد-19، وارتفاع حصيلة وفيات الوباء في الهند إلى أكثر من 50,000. بوتين يعلن عن استعداده لدعم ألكسندر لوكاشينكو عسكريا. إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق الأمريكية. وفي عيون الجارديان البريطانية: سيرجي لافروف ومايك بومبيو يناقشان اقتراح عقد اجتماع بالأمم المتحدة بشأن إيران. نيوزيلندا ترجئ الانتخابات العامة حتى 17 من أكتوبر المقبل بسبب كوفيد-19. مقتل 23 من عناصر طالبان في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وفي صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: إصابات كورونا في بوليفيا تتجاوز 100,000 حالة، والسلطات تتوقع الذروة في سبتمبر. مايك بومبيو وجاويش أوغلو يناقشان الأزمة في شرق المتوسط، والاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. إسرائيل رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على إيران
فاضح. ونتحول إلى صحيفة لوموند الفرنسية ومتابعة فرنسية. الرئيس إيمانويل ماكرون على الاتحاد الأوروبي دعم المحتجين السلميين في روسيا البيضاء. الشرطة الصومالية تعلن تحرير رهائن بعد احتجازهم بفندق بالعاصمة الصومالية مقديشو. أكبر مظاهرة في تايلاند منذ أعوام تضع ضغوطا على الحكومة. وبعيدا عن السياسة نقرأ هذه المتابعة من صحيفة الشرق الأوسط. وخبير روسي يقول التلفزيونات الذكية قادرة على التجسس ومراقبة المستخدمين بالصوت والصورة. الخبير يشير إلى أن الأجهزة الحديثة التي تحتوي على كاميرا قادرة على تسجيل وتوثيق كل اللحظات في المنزل من خلال تنزيل تطبيقات على الجهاز، أبرزها تلك التي تساعد الشخص على تشغيل التلفاز وإيقافه عبر الصوت أو حركة اليد. مطالعاتنا مستمرة مع حضراتكم، ونقتطف هذه المرة من صحيفة الديلي تيليجراف البريطانية اكتشاف باحثين صينيين قبرا حجريا يعود إلى أكثر من 3000 سنة في مقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين، حيث تم بناء القبر في العصر البرونزي منذ ما يقرب من 3000 سنة على جانب بحيرة جيرينغ على ارتفاع يبلغ 4300 متر في منطقة منبع النهر الأصفر، ثاني أطول أنهار الصين. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام جولتنا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.